أخاف خالتي تقعد. شو قاعدها نايمة بنوم الاثنعش وصارت الحين. يلا قوم. خير؟ هلا خلف. عزمت تشتري سيارة جديدة؟ لا بس بغيت الورقة. أي ورقة؟ شنو أي ورقة؟ الورقة اللي المفروض تعطيني إياها لما حولت لك السيارة وقلت لي نسيتها. وي بالورقة شقيتها من زمان. شو السالفة؟ لحتى عرياس كبر أنا حاط لي ورقة الكبر بجيبي. إيش هالحكي؟ إحنا متفقين إن أنا أبيع لك سيارة وتعطيني الورقة. يابا إيش فيك أنت؟ أنا السيارة بغيتها وشريتها منك وبعدين الورقة كانت حجة عشان أقنعك تبيعها. ليش قلت إنك نسيتها؟ حيوانة. خاطري بالسيارة وقلت لك هالشكل وخلصنا. انت من صدقك شنو شايفني ياهل قدامك؟ يبا سيارة بغيتها وشريتها منك وانت بعت انتهى الحين ايش تبي؟ ابي الورقة. وشكلك انت رعوان الراس. يبا شقيت الورقة وبعدين شريتها سيارة انت؟ مأجرها. زيد عزمت تشتري سيارة عندي واحد من ربعي بصفر يبيع خوش سيارات سبورت شرواك اتصل فيني. يما تصدقين الله يرحمهم عيال ابراهيم ترى وايد شطار وايد اذكياء يعني ما يمديني اضيع اصلا بجمله الا القى الملاحظات والقاهم حاطين لي خطوط تحت كل شيء مهم. لا لا ما شاء الله وايد اذكياء الله يرحمهم يعني مو انا غبيه انا ابله تسولف وانا اشخبط وبعدين اضيع بين الشيء المهم واللي مو مهم. يما ليش قاعد تبكين؟ ولا تحلك يا اختي. حبيبتي مش دعوة يعني أمس بالليل شايفتها. بعد قلبي يا رقية هو أول وجه الصبح فيه بالصبح تقوم تجهز لي بعد قلبي الريوق وتنظف وتمسح وتشتغل وتفتر بالبيت. يا بعد قلبي تشوفين البيت هذا يلق 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 من نظافته مو الحين أسعى من الوسخ. إيه وصلنا خيري وصلنا خير يا خزنة يوم سالم وصلنا خير. قولي الصدق قاعد تبكين علشان مشتاقة حق رقية ولا قاعد تبكين علشان الوسخ مضايقك تبيني أقوم أكدعنا بدال رقية؟ على عيني ما تبكيش يا رقية على عيني ما تبكيش يا بعد قلبي. يما شنو يعني رقية عز مني؟ لا يا يما انتو كل واحد فيكم له معزة. أنا أحبكم كلكم يا يما بس يا ريتكم تحسون فيني مو تعورون قلبي. يما ايش سوينا؟ ما سويتي شيء. خلاص خليني ساكتة أحسن. بعد ليش أمك هادي راسة وقاعدة أدرس قدامك وإن شاء الله بدش الجامعة بعد إيش تبي؟ يا إما أبي كذي تدرسين وترفعين راسي تبيضين وجهي قدام الناس. أتحاتين يلا روحي درسي. لا أتحاتين إن شاء الله بعون الله راح أرفع راسك يعني لي ما تتصورين وين. بس على فكرة يما ترى أنا إن شاء الله يعني لي دشيت الجامعة ترى راح أقط العباية مو أداوم بعباية كان من الحين قلت لك. أول شيء دش الجامعة بعدين تشرطي. إيه على الأقل لي خطبني خالد أكون جامعية هي شيء يشرف ما يستحي مني قدام أهله. كون كاشخش حلقتي. ابو وليد هلا السلام شلونك؟ بخير الله يسلمك. مبروك السيارة الجديدة. يا عمي اي سيارة جديدة هذه مأجرها. سيارتك بعتها؟ بعتها خلاص على خلايف. ها بعد شو اسوي الريال حاط عينه فيها وخاف باكر يصير فيني شيء.
واكيد عاد كسر فيك بالسعر مول. يبا يكسر فيني بالسعر ولا يكسر عظامي بحادث. والله تصدق انت ما عندك سالفه، ما شلون صاير الحين؟ اترك عنك سالفه السياره وابيك الموضوع. ايش فيك زين بتبكي؟ ايش موضوعه؟ اركب يلا. ايش عندك؟ بغيت رقم بيتكم. ايش حقه؟ ماكو. الوالدة تعرف امك وتبي تسلم عليها. وامك من متى تعرف امي؟ ايه تقول كأنها كانت مداومة معاها قبل. والله غلود انت، جننتني يعني. امي ما تداوم انا، ما عمرها اشتغلت، امي ما تسوق سيارة. ما ادري والله، يمكن مو امك، يمكن خالتك، والله ما ادري ايش فيني انا. المهم هي تقول انها هي تعرفها وتبي تسلم عليها. خلود سالفتك ايش فيك؟ تعجى. شوف سلام، تدري انت رفيجي واعز واحد من ربعي، وبيني وبينك هالايام قاعد افكر بالزواج وقلت ماكو غير رفيجي سالم اناسبه. انت شلك بالزواج يعني؟ تو الناس ليش مستعيل؟ يبا تدري الوالدة صار لها فترة تحن علي، تزوج وتزوج، وبعدين السلام بيني وبينك الزواج وايد احسن. اي بس انا ما عندي خوات حق الزواج يعني، اختي الاصغر مني تزوجت والثانية صغيرة يعني مو مال زواج. اختك الثالثة رزان. خلود تشرفك باسمها، تعرفها؟ بينكم شيء؟ سلوم ايش فيك؟ ايش فيك؟ طول بالك وهدى اعصابك. بعدين انا ما سويت شيء غلط، انا كل الموضوع شفتها مره طالعه من بيتكم وقرت لها مقال بمجله. مجله؟ اي مجله كاهي. واضحة أنا حلوة. مالت عليك إنزين؟ لا الكويت خلاص مو قصدي، بس مو متعودة على كذي أسئلة تحت شيء. لا خلاص طاف. خلاص كسرتي خاطري تحت شيء. يعني أنا ليش للحين ما حد خطبني ولا طلب وجهي؟ الله يهداك شرقية، أنت قاعدة تطلعين مكان قاعدة تردين، حد قاعد يشوفك عشان تقولين إنه يخطبني ولا يطلب وجهي. هذا متينة سود ذاك اليوم بالجمعية اختيطت ليش تحويل طايح فيك خز ذاك اليوم. اي بس هذا أم نصرة وما تحبنا. صح ما تبين. صح هذا ولد أم أصلا. اي بس هو ما في غيره يعني. منو 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 بيكون في غيره؟ انت ليش مو ناسية حمني؟ يلا عاد عن الملاقة. راح أضحك عليك رقيه وضحك السنة بساعة إذا طلع حمني شي يعني يصير ليلك. أم حمني جاية وقاعدة مع أمي. ها؟ لا لحظة بس نظري الزنات. إيش تبي؟ إيش تبي؟ شكلها شكلها جاية تخطبني. إيش درات؟ كلمتني زين ومدحتني وسألتني شنو أعرف أسوي من شغل البيت، قلت لها كل شيء أعرف أسوي بيدي. هذه جاية تخطبك ولا جاية تقدم طلب حق خدامة؟ يا كرهج، لا تقعدين تقولين كذي تضيقين خلقي. يا ماما انا جدي ولا يا صابي اشتكي عليك بالمخفر.
مسوي مقابلات بالمجلة، حاط اصورك حاط اسمك، هيلك على هيلك. لا ماني هيلقية، وبعدين انا انسان مشهورة، اكيد صحفيين بيركضون وراي. ايش دعوة الصحفيين يركضون وراك؟ من انت يعني من انت؟ انا اعرف سوالفك انت تدقدقين عليهم، حط صوري وحط صوري، عرفتش؟ سوالف وبعدين معك؟ انا مو قايلة لك انت مالك شغل فيها، ايش تبي انت ايش تبي؟ ولا بس هذه غرامك انك تتكد علينا فرحتنا؟ شنو مالي شغل يا يمه بالصدج؟ مو اخوها انا، مو اختي هذه، مو قاعدين ببيت واحد؟ جوجي كل من عرف اسمها وهي الكبرى صارت قدام الربع. واذا عرفوا اسمها يعني شنو؟ انقلبت الدنيا؟ بعدين كهو رفيجك جاي يخطبها ما عايرك؟ وبعدين اقول حق رفيجك خلي مش بوزه ان يوم السما اقرب له مني. بعد فوق شينج قوحت عينج؟ ما تبين الستر بعد؟ لا حبيبي رفيجك هذا مو قدري، انا قدري دكتور ولد عائله ولد حموله، مو رفيجك الخمه. ماني طايحه تحط نفس اختك. شنو؟ بنتي طايحه تحط؟ ليش؟ رايلها مو عاجبك؟ ويييي اتصادم دموب وسنسون. ما تتربي بقى وتخلص يا بنت انت. يما لا سكتيني، هذين لازم يعرفون عدل قدري انا وقدرهم، وماني طايحه تحط نفس بنت هذه. يخرب بيت سنينك، علي قال لي هذه؟ انا اسفه، انا بعتذر لك، ليك عندي حق عرب، انا حربي هولي. انا مو قايلت لك مالك شغل فيها؟ اوف. الشمس طلعت بوي، حملني 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 يما قوم الشمس طلعت، قوم يلا حملني. رقية ويادي لي وين؟ هلا يكون خلوني أنام طول الليل بروحيني بالصالة ولمن حاشة وتسحب وراحة وغرفته ويا قيد. وانا اصلي غالي سوي دانس ولا بانس ولا حتى شو صوت الخطبة؟ اكيد رقيو قايمة مفير الله ورايحة المطبخ مسوية للريوق تبي تسبقني، لكن انا اوريها ما خليها تكوش علي بروحها. انت عايتك وتقوليش ما انا فلانة وتقوليش ما انا فلانة. راحتيني بغيت اقص اصابعي يما من الخلايا. ايش فيك؟ قايم من الصبح تسوي ريوق حق المسعده؟ ليش حبيبي هذا من كيفك؟ ولا انها كاتبت لك ورقه ولازقتها بويك؟ لا يما ما حد كاتب ورقه ولا لازقها بويك بشيء، بس يعني تدرين واحد توه متزوج وهذه حركات متزوجين يعني ادلها. ادلها؟ ليش وينك انت طول هالسنين هذه؟ ما انا كنت بويك، انا اولى، انا امك، ليش ما دلتني؟ عندي غير اني اقعد اسقط بالحلج اسقط بالحلج. ولا مره ما كانت انك تسوي لي قناص ماي. ليش يما؟ ليش انا امك قاعد تسوي حق بنت العيلك؟ البكي ليش باول يوم من بعد ارسي؟ ليش البكي يما؟ خلاص عاد خلاص يما، ما قلت شيء، انت اللي عودتيني على هالشيء. بشيل شيء لا لا تشيل يا حمني، باخذ شيء لا لا تاخذ يا حمني، عودتيني بعد الحين قاعد تحسبين. تدري ليش؟ لذي كنت أقول ولدي ريال لازم ينخدم ما يخدم، ولدي رزة ولد أم حملني. لا شا أقول؟ ما أقول إلا مالت على حظي وأقول لها مالت على حظك. تسوي ريب حق بنت الهيلك ها؟ إيه؟ ليش إنها بيت أهلها كارف منها كارف من الشغل، وهنا هي حضرتها تنام على راحتها تقوم على راحتها وتتدلع وتتدلل على ولدي عشان يخدمها. لكن هاي السنين بينا أنا أعرف شلون أكرفها كارف. من يطفي محمد؟ الله خايف بشكلها ما راح تحديها على خير. ريلاكس ريلاكس حملني، كمل شغلك أمورك طيبة وأنت بخير. حلو حلو حلو. يلا عشر 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 يلا عشر يلا عشر عشر. الله يخليك عمي. تكفى عمي، هذا مبلغ كبير عمي، والله ما يقدر والله ما يقدر.
سهيل سالفتك انت، انا كل ما جيتك راس شهر قمت تنتفض وتتحصر، لو السنه 16 شهر كان انت خالص، شنو مباحث جاي لك انت؟ انا اجرب عليه، هو ارباب مو انا ارباب. عمي مين اللي يزيد بالسنه مرتين؟ مين اللي يزيد؟ انا من وين يجي المبلغ هذا؟ كذي يصير انا مديون؟ الله خليك عمي، شوف الموضوع. بعد مين اللي يزيد؟ مين اللي يزيد يا سهيل؟ هو ارباب يزيد، انا مالي شغل انا. خلاص لا تدفع، اذا ما دفعت هو يسكر محل مال انت وبعدين ما يسوي لك اقامه. الله يخليك عمي، انت تكلم، ممكن هو موافق، انت تكلم. خلاص انا راح اتكلم، انت عطني اطلع انت بالاجار، اطلع بالاجار وانا بعدين انا اتكلم واحاكي اسوي كلام مضبوط. اطلع، بوكك شكله فيه وايد فلوس الله يهداك. ما فيها شيء، اوراق بس الاجار اوراق. حد دينار حقه حاطه هذا حق البنزين الحين. يلا مشكور سهيل. مشكور عمي مشكور، ما تقصر. هلا برقوتي حبيبتي، صباح الخير. صباح النور. انت النور كله. تدرين عاد انا خابر القمر يطلع بس بالليل، لكن يطلع الصبح وبداري بعد هذه جديده. استحوا بعد، فديت اللي يستحون. انا تعالي تعالي هيك قاعده. ليش ما قعدتني اقوم اسوي ريوق؟ اقعدك مينون، انا قاعد ملاك مثلك. تدرين عاد طول ما انت نايمه بالليل وانا قاعد سهران بس اطالعك وبحلق عيوني بشوفك. ترى انا متعوده اقوم الصبح بس ما ادري ليش ما قعدت. اكيد من التعب حبيبي، تدرين امس لويا وعرس وها يعني. بابا اكلي وانت بتاكلين؟ كذي ياكلون؟ عمري بحياتي ما شفت احد ياكل كذي مثل الصراحة. مو كذي. حبيبي شبعت هاي؟ الحمد لله. انت شبعت؟ كافي بس. لا 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 دي 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 شي. انا هني بشيل كل شي وضبط كل شي وانت ما تجيسين ولا شي توج على الوص. ترى انا مو متعودة على هالدلال. ما راح اعودك على الدلال، بس الدلال والوناسة والدلع ها؟ ولك مني وعد يا رقية، وعد ان شاء الله ما كدر خاطرك لو شي يصير. الله يخليك لي ان شاء الله. شنو 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 هذا؟ تبكين؟ لا تكفي، لا تصيرين مثل ما قلت لها شيء بتقعد تبكي. اقول لك بونسك وماني مكدر كذي تكدرين خاطري. من وناستي ترى انا وايد فرحانه فيك. وانا اكثر حبيبي. والله لا يحرمني منك. شبعتي؟ يا أكيد شبعتي، لأني ما شفتي هالأكل بيت أبوك. ها لحسين صحون لحس. صباح الخير خالتي. صباح النور والسرور، وعلى قولتهم الخبز في التنور. يا بعد عمري أنا الست هانم، بس بغيت أسأل وتطمن يعني الريوق عجبك؟ شبع الست هانم؟ الحمد لله خالتي. الحمد لله يا رب العالمين، اللهم لك الحمد والشكر. حتى بقول لك معلومه، يعني انا من فطنت العقل عمري ما شفت ريال يقوم من صباح الله خير يسوي الريوق حق مرته الا ولدي ومعاك انت، لان هذه الاشياء ما تشوفها بالافلام وكلها كذب بعد.
كنت نايمة خالتي ما أدري. لا والله نايمة بعد قلبي. أي وين كلام أمك بنتي؟ عبا تريح بنتي سنعة بنتي راعية بيت بنتي طال على وجهك. يما مصباح على خير، ايش قاعد تقولين أنت؟ يما البنت أول يوم عندها هني. لا والله هذه أول يوم كذي. الله هي اللي قاعدة تطمعنا فترة ايش بتسوي؟ يما يما قلت لك أنا من كيفي لازم مسوي ريوق، بعدين أنا وياها متفاهمين ليش تدشين بيننا؟ بعد ما يصير أشوف ولدي صار مثل الصخلة يتبع زوجته واللي تبي تسويه وتبخك وتقول لك لا ما تصير تسحبك مثل الصخلة. أنا آسفة خالتي. أنا اللي مو آسفة. شوفي حبيبتي ترى أنا محملني ما ينقص علي، إذا أمك فرحة في ذونك الكلام اللي يقولونه حق بناتهم انسي حبيبتي. إي نعم سمعيني عدل وحطيني ببالك. يا مش تقومين من صباح الله خير تخدمين ريلك وام ريلك يا حل اخير ومن غير اختيارات بعد. لمي جنطتك يلا روحي بيت هلج. يوم الله يهداك عروس باول يوم عرسها شديد قاعد راح سهل. تعال اقول لك كلمني عدل. سك الباب وين؟ شلون تجرى؟ هذه اخر التربيه فيه؟ زين يرجع اياه اذا ما خليه يتزوج عليك ثلاثه شكه واحده ما اكون محملني ولا يطلقك. ثلاثه شكه واحده هي إيه؟ عشان اصبح واحده وامسك واحده. ايش فيك انت للحين زعلان مني؟ ما تحاكيني وعقد النونة علي؟ الناس بالعرس كلها سالتني ايش في اخوك؟ ما تحاكون ولا ايش فيكم؟ ما حد سألني. إيه من شاف وجهك أنت عابس ما أحد يسألك من يسألك يخافون حتى يسلمون عليك. خلف إيش فيك؟ إيه سلامتك ماكو شيء. إيش فيك؟ من حرك بلش ما في. يلا تفضل. منو قال تسوي مجبوس لحم؟ ما حد قال لي بس أنا من زمان ما سويته. أنا ما أحب مجبوس اللحم ولا أكله فهمتي ولا لا؟ شلون يعني ما تحبه؟ أول مرة أسمع كذي. وقبل أنت كنت تأكل المجبوس. يا هو قصب ما أحبه يعني ما أحبه. جاسم جاسم زين ما هفويلك بالصحن عورج. تدرين ليش هو عصب الشكل وما يحب مجبوس اللحم؟ خابرة اسماء لما كان يبي يطبق زبيدي وانا قلت لك ابي مجبوس لحم انت سويتي لي مجبوس اللحم وما سويتي له المطبق عشان كذي ما قام يحب مجبوس اللحم. هذا وين راح؟ زين تكفى 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 سموي انت بس عيدها اخر مره اخر مره خلاص. مو انت ركزي ركزي ترى الكلام قاعد اقوله سهل ما في شيء. اثنين ضرب اثنين اربعه واثنين ضرب ثلاثه زيد عليهم اثنين سته يصيرون بس. ما شاء الله لا اله الا الله عليك. شوف ترى يا انت وايد ذكي انا وايد غبيه ولا عافيك انت بس يعني يعني لو تعيدها اخر مره لو تصبر علي شوي انا يعني شوي راح احاول اركز. مو انت ركزي ترى الكلام قاعد اقوله سهل انا ما في شيء صعب. انت ركزي بتحسين انه سهل. يلا اثنين ضرب اثنين كم؟ ستة. يما كاني يا يما كاني هني عند سموي. اثنين ضرب اثنين ايش نسيت؟ انت هني وانا صار لي ساعه ناديك. يما شو اسوي؟ سموي تطوع يدرسني. قولي امين عسى الله يوفقك مثل سموي. يا ربي يا حبيبي يا بعد عمري يا يما. بس خير ايش تبين؟
ابوك وينه؟ فاقدته؟ ماني شايفته؟ وينه؟ ما ادري عنه يما، حتى انا صار لي كم يوم ما اشوفه بالبيت. اي يا يما، لان تعرفين الريحه اللي تهل الروايح منه ماكو، والبيت نظيف ريحته تهبل. ما ادري. سموي امي حبيبي، ابعد قلبي ابعد روحي، اذا تعرف شيء يا يما تحجى قول لنا، لا تخش علينا. لا شو درى عمنه؟ ما ادري، ما شفته. سموي شوف وجهك وخدودك صاروا حمر، انا راح تنبط شبدي، يعني اشوف لونك اشوف لوني انقهر، فاخلص عشان لا تجلطني. قول لي اذا عندك شيء تحكى قول لنا. صح، واضحه عندها حق. يا يما انت اسم الله عليك جميل وخدودك حمر، انت حليه لو على الكبد. قول يا يما اذا تعرف شيء تحكى قول. زين شوفوا انا بقول لكم، بس ما ابي احد يدري ان انا اللي قايل، وحتى اذا هو درى قولوا له انه مو انا اللي قايل. يقول شنو؟ أبوي سافر أثيوبيا. أثيوبيا؟ عند هونغا بونغا؟ إيه. إيش دراك؟ مو هو يتسلف مني ذاك اليوم فلوس بالليل، وبعدين قال لي أودي المطار، وإحنا بالطريق كان يقول لنا إحنا رايحين أثيوبيا. شوف أنت الحين تقدر تسألني 2 × 2 كم يساوي؟ أقدر أقول لك 4، يعني أما بشرب الرابع. الخميس الجاي عرسك. الخميس الجاي ان شاء الله عمي، ولاد حاتي مجهزين ومخلصين كل التجهيزات عمي، الحمد لله ما بغيت اتزوج. الخميس الجاي عمي ايش فيك؟ شكلك منت جاي عرسي. عمي اذا ما جيت العرس ترى والله راح ازعل. لا ان شاء الله ان شاء الله بي، وإن شاء الله الهم والكدر والزعل والحزن كله بيشيلها، وناسة ودقدقة من الليل ليل فير، إشي هرنات إشي تقحص إشي طيران إشي صقار، عمي لا يطوفك. إن شاء الله مرة صدق عمي. نسوكم كلهم، نسوكم كل جيرانكم، نسوكم ما حد نتذكركم يا عيالي. ان شاء الله اكلم عمي يصير خير ان شاء الله. ان شاء الله السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك بابا؟ الحمد لله زين. السلام عليكم. هلا، انتم منو؟ بابا انا استقل مسبقه وبقاله، هذا رخصه مال انت بابا. الرخصه مالتي؟ ايه صح، رخصه مالتي صح. امرك الله يخليك عمي، ما عليك الامر، احنا جاي هني عشان اتكلم معك عشان موضوع خاص. الله يخليك عمي، احنا هنا غرباء، احنا اشتغل طول شهر عشان بس ايجارات، ايجار سكن، ايجار محل، ايجار رخصه، ايجار اقامه، ايجار ما ادري شنو عمي تكفى.
ايجار وايد غالي عليه احنا عشان رخصه ومال اقامه، احنا ما يقدر يدفع هذا الايجار. يعني 50 دينار وايد؟ اي 50 دينار بابا، مو 50 دينار 500 دينار. اي والله عمي 500 دينار، ام خلف قال هذا 500 دينار عشان بس رخصه والاقامه. ومن متى هالحكي؟ بابا هذا قبل 6 شهر. عمي صار فوق 6 شهور احنا قاعد ندفع كل شهر 500 دينار. قبل 6 شهر؟ وياين ايش حقه؟ ليش ما كلمتوه؟ عمي احنا كلمت مع عمي خلف كثير مر عن موضوع هذا. قال انا مو بكيفي. هذه صاحب الرخصة هو قاعد يزيد، يعني انت قاعد تزيد. انا زدت الاجار؟ خير خير ابو ابراهيم، شو السالفه؟ ليش تطق الباب هالشكل صاير؟ الحين انا مأمنك على اسمي وعلى الشركه اللي راكضت وراي علشانها، تروح تسيء لاسمي وسمعتي؟ زين شوي شوي اوقف قلبك علينا، خل نفهم شو السالفه. انت مو قلت لي بتسوي الشركه علشان نساعد هالضعوف؟ بتروح تمص دمهم تاخذ من كل واحد 500 دينار وتعطيني انا 50؟ زين يبا من الشهر الجاي روح اخذ الاجار انت كله، مالي شغل بعش تبي. اسمع انا ماني ياهل تقص علي، اشوفك تقول لي لا تجي معاي عند المحامي علشان تسوي الاوراق على مزاجك وعلى كيفك. خلاص الشركه تنحل. لا عاد مو بكيفك بتحل الشركه، ما بتحل الشركه حبيبي، قبلها تدفع لي المبلغ اللي عليك، انت موقع لي على ورقه تدفع لي فلوس. انت تطالبني فلوس؟ ايه ابي منك فلوس، انت موقع على الورقه هذه بنفسك، واذا ما عطيتني الفلوس اقرب مخفر يا ابو ابراهيم. خير انت عمل شر انت تلقى. والله يبا حاله، هذا جزء الاحسان. انا اسوي لك الطيب وانت بالنكران. والله يبا ما موقعت راس تقدر الناس عشان دوب غيرك اخجل، عيب مو صحيح. مساك الله بالخير عمي. هلا. مش فيك انت حلطم وشايل الدنيا فوق راسك صاير؟ لا لا ماكو شيء ماكو شيء. زين عمي بغيت اكلمك موضوع صغير اذا فاضي يعني. اي كلم. بس يعني ودي شي نطلع نتمشى نروح نغير جو يعني نتمشى شوي. حاضر. نتمشى. وضحى حبيبتي انت الحين ليش تبكي؟ ترى والله ما يسوى دموعك. عبه رقي عبه. ترى انت يتهيأ لك بس لانه هو اول انسان دش بحياتك حسبالك انك تحبينه، ترى هذا كله اعجاب. انا قلت ان نظرتي حقي انا، انه اذا يعني البيت بيخطبني انا طلع يبيع يا ما يبيني انا رقي. حبيبتي وضحى صدقيني أصلاً اللي يبي يتزوج رزان هذا إنسان تافه. أنت إن شاء الله ربي يرزقك واحد وايد أحسن منه يساعدك بدراستك ويساعدك على مستقبلك وتعيشون مستقبلكم يصير حلو مع بعض. هذا اللي يشوف صورة بالمجلة ويعجب فيها إنسان تافه. ما بيصان خلاص ما بيدرس. ليش بالله؟ أنت ردة تدرسين عشانش ولا عشانه أهو؟ ترى الزواج وايد شيء ثاني غير اللي إحنا تخيلنا. أنا لو يرد فيني الوقت أصلاً ودي أقعد ببيت أبوي. ليش انت حمني مأذيك؟ لا حرام حمني اصلا وايد زين وايد يحبني وايد حنون، بس امه نسره مو مخليتني على راحتي على كل شيء مداحرتني. تخيلي ادخل المطبخ اسوي عشاء تيجي تقولي ليش انت مسوي عشاء، وان ما طبخت تقولي ليش ما طبختي انت بليده وكسلانه ما ادري ايش اسوي، كنا تبيني اسوي اكل حق بروحه واكله حق بروحه. هذا كل حسب الله، انت خدامه ما اخذتش من مكتب، ترى انت مرت ولدها. تخيلي أنا طلعت من بيت أبوي قلت الزواج وايد أحسن، بس رحت هناك صرت منبوذة ما تطيقني أمه كلش ما تطيقني. تخيلي غرفتي وغرفتها جبال بعض، تخلي باب غرفتها مبطل عشان تشوفني وين رايحة وين رادة وتسمع شو أسوي، ما أدري شو أسوي أنا. هذا بعد اللي ناقص بس تحط لها فراش وتنام عندكم بالغرفة، هذه ما حد يعرف لها إلا أمي، روحي كل حق أمي. لا تكفين وضيح مو تقولين حق أمي عشان خاطري. ودي أعيش مرتاح ومستانس عمي، الحمد لله الله رزقني برقية. عمي ترى البنت وايد حبوبة وذهبة، تحطها على الجرح يبرى، بس ثم الله هداها بناجرتها، كان صعدت كان نزلت ناجرتها بالدشة وطلع عمي على كل صغيرة وكبيرة.
مرات احس عمي اني استثمت فيها لما تزوجتها. امي ما تعاشر قشره ما يتحملها الا اللي انجبر عليها مثل عمي. وشلون رزانه معك بعد ما تزوجت؟ باستر هذه هي. ما شبعتوا من بعد؟ لا 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 يما لا انا ما شبعت منها. يلا كاهية قدامك شبعي منها الحين. شفتيها؟ ترى يما من تزوجتي وهي على هالحال قاعدة بقرفتها وتبكي 24 ساعة. قلت معقولة وضيح تحب رقا وكذي؟ يما ما لك شغل فيها اصلا كذي تهرب من شغل البيت. تهجين؟ يلا يما قوموا معاي عشان ننشب العشاء. قوموا. لا يما بس لان انا بسوي العشاء حق حموني قبل لا يوصل. ليش يما؟ تو الناس تو شاية تعشي معانا. يا حلوك والله يا رقية. ما قلتي لي يما شلونك مع ريلك؟ يما الحمد لله هو وايد زين وايد طيب. فديت عمرك يا بعد قلبي فديت عمرك يا يما ديري بالك على ريلك زين؟ ان شاء الله يما. زين قولي لي هو بياخذك ولا اخلي واحد من اخوانك يوصلك البيت؟ لا يما البيت خو قريب انا بروح مشي من زمان مو متمشي. حبيبة عمري انت امي ديري بالك على نفسك يما زين؟ ان شاء الله يما. يلا يما تعالي. شو اسوي عمي علمني؟ مرات افكر اهد لها البيت واطلع وافكر بالسالفه واتذكر انها عمي بتبكي بتسوي سوالف تكسر خاطري. حتى مرتي عمي اقول بقعد خلاص وماني طالع. حس عمي راح تحط بقلبها وحز بخاطرها وتسكت عمي عشاني. عمي انا ضايع ما ادري ايش اسوي. من بين كل الايام تختار يوم زواجك يوم موتة أهلي؟ آه